إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني وإياكم من النار بمنه وكرمه ولطفه. في هذا المجلس الكريم، بعد هذه الأبيات الطيبة في مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكنني إلا أن أتحدث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه الله تبارك وتعالى بجملة من الصفات العظيمة، أولها أنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنفسنا. وفي إحدى القراءات، وإن كانت قراءة شاذة ولكنها معروفة، من أنفسكم، أي أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو منا ولكنه من أجودنا. وهذا يثبته ويؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا خيار من خيار من خيار، صلوات ربي وسلامه عليه. فاختاره الله سبحانه وتعالى من العالمين، واختار له أفضل الآباء وأفضل الأمهات بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، واختار وتخير القبائل فاختاره من أفضلها، وتخير الفروع فاختاره من أجودها، فهو بأبي وأمي خيار من خيار من خيار. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه صلى الله عليه وآله وسلم كل عنة وكل شدة تصيبكم، فهو بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يحن لنا ويرأف بنا ويشعر بشعورنا. هذا يذكرنا بالحديث الذي ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مع أصحابه فقال: وددت لو لقينا إخواننا. فقال: يا رسول الله، نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي، وإخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني. قال: يا رسول الله، وكيف تعرفهم؟ قال: بأثر السجود، بأثر الوضوء، بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء. والغرة والتحجيل، الغرة هي البياض الذي في جبهة الفرس، والتحجيل هو البياض الذي في خوائم الفرس. فيأتي أهل الصلاة وأهل الوضوء يوم القيامة وجوههم منيرة وأيديهم منيرة من أثر الوضوء، فبذلك يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يشتاق لنا ويتمنى لو أنه رآنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يقتضي منا أن نكون عند حسن ظنه صلى الله عليه وسلم. ويذكرنا هذا بالحديث الآخر عندما ذكر حوضه، وهو حوض عظيم يشرب منه الصادقون المؤمنون قبيل دخول الجنة، ماؤه أبيض من الصفا، أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وفيه كيزان، يعني كؤوس يشرب منها الناس، وهو ضخم جدا
من مكة إلى عمان، من مكة إلى عمان في بلاد الشام يعني الأردن. هذا الحوض العظيم يطرد عنه من حرف وغير وبدل، فالسعيد منا من تمسك بما كان عليه الحبيب مصر صلى الله عليه وآله وسلم حتى يلقاه بأبيه وأمي وهو على أحسن هيئة. قال ليزادن أقوام على الحوض حتى أقول أصيحابي أصيحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نسأل الله العافية والسلام. عزيز عليه ما عنتم، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يشق عليه أن يفرض على أمتي شيء شديد، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء، لكنه لم يأمرهم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قام الليل في رمضان، ثم قام الليلة الثانية فكثر الناس وراءه، ثم إنه احتجب عنهم، فلما دقوا بابه يريدون أن يصلوا معه لم يجبهم صلى الله عليه وسلم، ثم إنه في الصباح قال: قد علمت بمكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم ولا تستطيعوا ذلك. وهذا من رأفته لأمته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشد الناس عذابا رجل سأل مسألة ففرضت من أجله. وذلك مصداق قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب خطبة فقال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقع بن حابس، وكان زعيما من بني تميم لكنه كان أعرابيا جلفا، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فالتفت فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال في الثالثة صلوات ربي وسلامه عليه: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت بلى لوجبت. ثم قال لهم: دعوني ما تركتكم، فإنما أهل ولن تستطيعوا. قال: لو قلت بلى لوجبت ولن تستطيعوا. دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلذلك هذا القلب العظيم وهذه الرأفة الشديدة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: عزيز عليه ما عنتم. وأعظم من ذلك يا عباد الله حاله صلوات ربي وسلامه عليه في الموقف العظيم حيث يقف الخلائق بأجمعهم رجالا ونساء جميعا تحت الشمس ينتظرون الحساب، وتقترب الشمس منهم حتى يكون ما بينهم وبينها مقدار ميل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فلا أدري أميل مكحلة أم الميل المعروف. ويتصبب الناس عرقا حتى لا يدروا ما يفعلون، ينتظرون أن يحاسبوا، ويقولون: هلم بنا نذهب إلى أنبياء الله نستشفع بهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيديه، فقم استشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. فيقول: إن الله قد نهاني عن الشجرة أكلت منها، نفسي اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل، وأنت الذي قال الله فيك إنه كان عبدا شكورا، وأنت كذا، فاستشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. فيقول: إني قد دعوت لولدي ولم يأمرني الله بذلك، نفسي. ذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم، أنت أبو الأنبياء، وأنت خليل الرحمن، وأنت كذا وكذا. ف
فيقول نفسي نفسي إني قد كذبت 3 كذبات ولا أدري ما، وإن الله كلهم يقول إن الله قد غضب غضبا لم يغضبه من قبل ولن يغضبه من بعد. 3 كذبات كلها في سبيل الله، يعني هي من باب المعارض، لكن لشدة الهول خشي على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. الكذبات هي أنه عندما كان داخلا إلى مصر فيها طاغية يأخذ كل زوجة أعجبته، فقال لها لزوجته سارة إن قال لك من أنت فقولي إني أختك، وهي أخته في الله، يعني قال وأنت أختي في الله، ليس هناك مسلم إلا أنا وأنت. والكذبة الثانية أنه قال إني سقيم، لما قال له المشركون هلم بنا إلى العيد من أعياد المشركين، فقال إني سقيم، يعني سقيم من أفعالكم. والثالثة عندما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهو يقصد بذلك التبكيت، وفعلا رجعوا إلى أنفسهم في الأول ثم غلبتهم شكوته في التالي، فقال اذهبوا إلى موسى، فذهبوا إلى موسى عليه السلام، فقالوا يا موسى أنت كريم الرحمن وأنت كذا، وأنت أعطاك الله كذا، أعطاك التوراة بيده، وأنت كذا، سل الله عز وجل فاشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى، فيقول إن الله قد غضب غضبا لم يغضبه من قبل ولن يغضبه من بعد، وإني قد قتلت رجلا لم أمر بقتله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى عليه السلام، فيقول نفس المقالة ولا يذكر ذنبا، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول يا ربي أمتي أمتي، الكل يقول نفسي نفسي، وهو بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمتي يا رب أمتي، قال فأذهب فأسجد سجدة عند عرش الرحمن، فيفتح الله عز وجل علي من المحامد ما لا أعرف الآن، ثم يقول لي الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل له إنا لن نسيئك في أمتك صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقام العظيم الذي أمرنا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أن نسأله بعد كل أذان، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته هو هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي عنا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، فهو بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا، ولم يكن حريصا على المسلمين فقط، بل كان حريصا على البشرية جمعاء صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله في كتابه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يكن للمسلمين بل قال للعالمين، وهو بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين. وقد قال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك ألا يؤمنوا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، من شدة ما رآه الله سبحانه وتعالى من حرصه وحزنه وأسفه على قومه بأن لم يؤمنوا، فكان يألم لذلك، وكان يبقى في خاطره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله عز وجل أن لا يعني يحمل ذلك الهم الكبير، وما ذلك إلا لقلبه الكبير، وأعظم من ذلك أنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم لما استعصى عليه أهل مكة، لما استعصى أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسلم منهم إلا القليل، وعذبوا أصحابه ونالوا منهم، أراد بأبيه وأمي أن يذهب إلى الطائف، قال لعلني أجد فيها النصرة، ووجد أهل الطائف أشد بلاء وأشرس وأخبث، وآذوه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فألقوا عليه الحجارة وأمروا سفهاءهم ينالوا منه بأبي وأمي، فسبوه وشتموه وأمروا الحجارة، ومعه زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو يقيه بنفسه الله عنه، فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ذهب لا ينوي على شيء من شدة الهم، أرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد رأى ما صنع قومك بك، وإن الله قد أرسل إليك ملك الجبال، فمره بما شئت،
إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل، يعني أن يأتي إلى مكة وفيها الجبلان العظيمان جبل أبي قبيس وجبل عمر وجبل قعيقعان فيدمرهما على أهل مكة. وجاء ملك الجبال وسلم على حبيب، وهذه كل أحد صحيحة ليس فيها أي حديث ضعيف. فقال يا السلام عليك يا محمد، إن الله قد أمرني أن أستجيب لك بكل ما. فكان من قلبه العظيم الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم أن قال بل نستأني بهم فلعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه بأنه رحيم رؤوف. وكان صلى الله عليه وآله وسلم من رأفته أنه يسري الإناء إلى الهرة التي حتى تشرب من مما تريد أن تشرب منه. وكان من هذه من رأفته صلى الله عليه وسلم أن الأمة الصغيرة الطفلة تأخذ بيده فتذهب به أن شاءت، وهو يذهب معها أن شاءت، وتقف العجوز وتحدثه بهمومها ومشاكلها فلا يقول لا إني رجل مشغول أنا رسول الله أحكم الجزيرة العربية. يعني عندما نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان حاكما إماما يعني رئيسا. واليوم هذا لا يمكن، أغلب الرؤساء لو جاءت امرأة عجوز أو غير عجوز وتحدثه يعني ليس لديه وقت، لا يقول أنا مشغول أعطوها لأي شخص آخر. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصغي للعجوز حتى تحدده بكل ما في قلبها. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صافحه أحد لا ينزع يده حتى ينزعها الآخر. حتى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن كل من حدثه يظن أنه من أنه هو أحب الناس إليه. عندما أسلمت كنت كلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلني وبشرني فظننت أني أحب الناس إليه. فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. قلت يعني خشي أن يكون في آخر الصف، لكن سبحان الله هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إنه أسلم، يعني أسلم جرير بن عبد الله البجلي في النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 80 يوما. قال وما دخلت عليه قط إلا وصافحني وتبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، يعني الخير الكثير. والخير الكثير قال بعض أهل العلم هو الحوض المورود الذي ترده أمته يوم القيامة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني صل له وانسك له واذبح باسمه. ومنهم من قال وانحر يعني ضع يديك قرب نحرك، يعني في الصلاة، يعني في القبض في الصلاة. فصل لربك وانحر إن شانئك مبغضك قاليك كارهك هو الأبتر المقطوع. فإن بعض أعضاء أعداء الله كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أولاده فيقول هذا رجل ليس لديه إلا البنات فهو أبتر يعني مقطوع النسل. قال الله سبحانه وتعالى إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر هو المقطوع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم نسله وأصحابه وتلاميذه وأتباعه ازدياد يوما بعد يوم، وكلما دخلنا بلادا من بلاد الله إلا وجدنا دين الله ينتشر، وكلما دخلنا أرضا من الأراضي إلا وجدنا المساجد تزداد بفضل الله سبحانه وتعالى. بل إن اليهود في إسرائيل كل سنة يسلم منهم عدد كثير من الناس. في إحصائية الأخيرة أنه في كل سنة يسلم منهم عدد من الناس بفضل الله ثم بفضل جهود بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قد قال الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس فلا أذكر إلا وتذكر معي. فلهذا في جميع أراضي الله عز وجل عندما يرفع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يوجد اسم يقرن باسم الله تبارك وتعالى في جميع بلاد الأرض شمالها وجنوبها غربها وشرقها إلا اسم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وسلامه عليه.
فلذلك معشر الإخوة بارك الله فيكم، علينا أن نحب هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا علميا، بأن نتدارس سيرته الشريفة وندرسها لأبنائنا، بأن نغضب إذا ذكر بسوء صلى الله عليه وآله وسلم، بأن نغضب له صلى الله عليه وآله وسلم، بأن ندب عن عرضه، بأن نرد عن كل شبهة تطرق عند الناس تخصه صلى الله عليه وسلم، بأن ننشر محاسنه، بأن نقرأ وندرس الكتب التي تذكر شمائله كالشمائل الإمام الترمذي وكالشفاء القاضي عياض رحمه الله وغيرها من الكتب الجليلة التي تبين للناس عظيم قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي هذا الحبيب مصطفى عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله عز وجل أن يجعلنا على منهاجه وسنته، وأن يميتنا عليها، وأن لا يحرمنا من أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.